طيب احنا كلنا سمعنا الاعلان حقت مارك واللي اتكلم فيه عن تغيير الاسم او الاطلاق اللي حصل للمسمى الجديد لكل الخدمات التابعة لفيسبوك. طبعا كلامي اليوم هيكون من منظور فني، المنظور الفني في الغالب ما هيعجب المدراء و بيبحثون عن الربح السريع، قد ما يناسبهم. قد ما يناسبهم المقترح هذا، ولكن عوضا عن التنظير وطرح الأسئلة ولكن سأكتفي بطرح الأسئلة. وإنت ما أنت يعني ملزم بأي سؤال تجيب عليه، أو إنك أنت تشارك أو حتى تكمل المقطع، يعني ممكن تروح تسيب المقطع هذا وتمشي من باب حرية الرأي. معلش المقطع طويل. نحن كمان بنتابع، ناخذ وقت طويل عشان ايه نوصل لمعلومة، نبحث، نتعلم، تمام، ناخذ وقت. فانت كمان ايش لازم تصبر. انا اشتغلت، شغلت طيب تمام كده. طيب طرح الأسئلة هيكون بخصوص إيش هي حقيقة شركة فيسبوك؟ هل معقول إنه واحد يفتح شركة يعني بشكل مبسط زي كده وتنطلق من طالب في الجامعة إلى ما هو عليه وإلى ما حيكون؟ يعني هل يمكن مثلا إن شخص يكون في بلد آخر بجامعة أخرى يخطو نفس الخطوات بالضبط اللي خطاها مارك ويوصل لنفس النتيجة؟ هل يعقل هذا الكلام؟ فهل اللي نجح مارك ولا مين بالضبط اللي نجح مارك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وحسب ما عرفت انه هو تخرج من جامعة يال، اتوقع ما بحثت الموضوع، لكن سواء يال او هارفرد
النهاية تخرج من جامعة، من جامعة عريقة، هل يمكن لهذه الجامعة أنها تخرج مارك آخر؟ هل في ضمانات؟ هل في ممكن شخص واحد يقول لك أنا أبغى ولدي يصير زي مارك، فقول لي كم؟ كم أدفع عشان أدخله في جامعة ويطلع زي مارك؟ بس أبغى شيء مضمون. هل في جامعة تضمن إن ولدك يطلع زي مارك؟ أخوك أنت تطلع زي مارك إذا دخلت نفس الجامعة؟ هذا السؤال الثاني اللي هو له علاقة بالتعليم. السؤال الثالث، إذا كان مارك اتولد قبل 30 سنة، هل نفس الفرصة هتكون موجودة؟ سواء مارك أو غيره، يعني بيل جيتس أو ستيف، ربنا قدر لهم أنهم تولدوا في زمن مختلف، في نفس المكان أو في مكان مختلف في نفس الزمان، الفرص هي ولا الوضع هيختلف؟ هذا السؤال الثاني. أنا عارف إن هو السؤال الثالث، بس لا تعد، يعني أهم حاجة الفكرة توصل. السؤال الثالث، وزي ما قلت لك أنا جالس السلة، يعني مو شيء، ما ينفع، انا عارف ما ينفع تقول تجري ورا الناس تقول لهم انا عندي معلومه، انا عندي معلومة. انا قاعد اتكلم بس كده ونزل الفيديو، تبغى تسمع تسمع، ما تسمع لا تسوي لايك ولا تسوي سبسكرايب. ماني شغال في التسويق ولا شغال ابيعك حاجه، ما ابغى ابيعك شيء ولا ابغى تسمع ثاني. قفل واعمل ديسلايك لو تبغى. طيب السؤال، طبعا مع كامل التقدير والاحترام للناس اللي يعني تقدر المعلومة وتحترم المعلومة أكيد، لكن أنا كلامي هذا موجه لشريحة كبيرة من المتابعين. السؤال الثالث الرابع، أنا ما أدخن بس في هدف من الدخان، السؤال الرابع، هل الأدوات لها علاقة؟ يعني هل مارك عنده مثلا لغة معينة جافا، ولا هو عشان بيستخدم جافا عشان بيستخدم بي اتش بي؟ طبعا هذه لزملائي الصناعية، تمام، اللي شغالين في البرمجة وكذا. هل اللغة لها علاقة؟ هل السيرفر قوي أصلي ولا باخذ حساب في كلاود؟ إيش ربحيه المراعي؟ بعدين ليه يفتح داتا سنتر؟ يعني ليه ما ياخذ سيرفر في كلاود في جوجل؟ فيه يستفيد، يعني ليه يفتح سيرفر اصلا؟
فهل هي اللغة؟ هل هو مثلا عشان مستخدم دوت نت ولا شغل لارافيل الفريم ورك يعني لارافيل ولا شغل له ماجنتو ولا حاجة معينة ولا وودبريس؟ ولا جاب أحسن برمجيين يعني عشان بس الواحد يعني يفهم. أنا أسأل بدل ما واحد يتكلم اليومين دي، الواحد يتكلم كلمة لسه ما تقول الكلمة نص الكلمة كده طارت، ما حد يسمع والله. لو عندك 50 سنة ما عاد يعني العميل اللي في الشرق الأوسط وفي الدول العالم الثالث والثاني 15 ما يثقوا في إمكانيات وقدرات وجامعاتهم، هذا ما يثقوا فيها الثقة لأنه ما شاف نتائج. هل هذا السؤال الخامس، هل نجاح مؤسسة فيسبوك مرتبط بشخص مارك ولا نجاح إداري؟ يعني سميه لي، هو هل هو نجاح إداري أو فني؟ تمام، في ثالث لا بس نجاح فني أو إداري. وأنا أديك مثال، النجاح الفني مثلا نجاح أم كلثوم نجاح فني، النجاح الإداري الفيفا، لا تطفي لا تطفي لا تطفي لا تطفي، أيوه فهل هو نجاح الفيفا نجاح مؤسسة يعني ولا نجاح فرد زي انكوثو؟ صار السادس، هل ينفع إنه نجاح يستنسخ بالتفاصيل كلها؟ يعني ممكن ناخد أم كلثوم ونوديها الصين ونجيب مايكل جاكسون بكل المدرسة الغنائية يعني، مش هو هو البابروك العادي، وناخده على فرنسا رغم إن هو فنان ناجح. خلاص لا تطفي لا تطفي. ينفع؟ السؤال الأخير، ليش كل الناس تدخن سيجارة؟ ليه ما يدخن هذه؟ هذه الحين أرخص صراحة، الكيس حقها هذا يجلس معاك أسبوعين بدولارين 3 دولار كذا بس، هذه 30. اللي يسوي سجاير يدفع أكثر من اللي يشرب بايب، مع إنه البايب في يوم من الأيام كان أغلى. ودحين الغالي صار رخيص. أنا قلت هسأل ما حد معلومة، فالسؤال الأخير، هل ممكن يكون في فيسبوك بس أو زي ما سماها متى
هل ينفع تكون واحدة بس؟ أنا اتكلمت طبعا. هل ينفع تكون بس في متى؟ ما يكون في شيء ثاني. خلاص نقول لعمي متى وانتهينا. لغة واحدة، لغة واحدة، برنامج واحد، كل شيء واحد وخلاص. بدل ما تسميها فواكه خلاص تفاح وانتهينا. ونسمي التفاح فواكه كده أحسن صح؟ تصير الزراعة واحدة والشركة واحدة والأسهم واحدة، كل شيء واحد، والربح واحد والخسارة واحدة. استغفر الله العظيم. طبعا أنا مش هقول طبعا، وكل شيء يكون واحد وخلاص. ربط أم الدار كلها في حاجة واحدة بس خلاص. كم وصلنا؟ السادس، السابع. هل الاحتياجات واحدة؟ بمعنى ميتة إذا أنا حبنيها أبى أسوي واحدة ليا بس، ليا ولأصحابي، خمسة ستة أفراد يخشوا على الحسابات وعندهم كل حاجة، ويقدر عنده خيار يعمل شير بس. أما كل حاجة داخلية خلاص يعني نادي كده حق الأثرياء. هل أحتاج كل السيارات هذه وكل الدنيا هذه وكل التعقيد في البنى؟ ولا هحتاج لي جهاز بيت أنا بس هو اللي اشتغل ولا ايش الموضوع؟ ما انا عشان ازرع تفاح هل احتاج لازم يكون عندي مزرعة كبيرة ولا تربة بس ازرع فيها التفاح ده وخلاص؟ كم احتياجي في السنة؟ 100 تفاحة اقسمها على كم حيرة؟ اشتري فدانين حط فيها 3 خلاص. قصة الحكاية في الاحتياج. هل يؤثر على الأدوات؟ يعني أنا عشان أزرع 3 شجرات أو أزرع 1000 شجرة هل الأدوات تختلف؟ والشغلة تختلف وكل حاجة تختلف؟ ولا هتكون نفس الحاجة؟ فالمنتج والشغل فيه على حسب عدد المستخدمين المستهدفين، بتكبر المشروع بيكبر أو بيصغر، سواء في البناء أو في البنية التحتية للبناء نفسه. فالسؤال إيش أحتاج أنا؟ هل الاحتياجات واحدة يعني؟ هذا هو السؤال التحديدي. هل الاحتياجات لأي بلد ولأي مجتمع ولأي هذا هي اللي موجودة في أمريكا، هي اللي موجودة في السعودية، هي اللي موجودة في مصر، هي اللي موجودة.
الطب الأصل يعني، فيصير تكون لبس واحد، لغة واحدة، ثقافة واحدة، كل شيء واحد، طرب واحد. كل شيء نفس ال... هل هذا الشيء ممكن؟ ولا لكل قصة حكاية ورواية وتفاصيل ولغة وكتاب مختلفين؟ عارف أجيب كاتب فرنسي أخليه يجي يكتب عن بلد ما عاش فيها ولا عاشر أهلها ولا يعرفها ولا بينه ولا يتكلم لغته، هو كاتب مخابرة. أساس إنه يجيني معاه شهادة من هارفارد ويجي لي سنة سنتين ويقول لي خلاص أنا فهمت الحكاية. ينفع إذا كل هذه الأسئلة أنا جوابي ليها إنه، وهذا رأيي الشخصي، إنه الشركات اللي قامت في الآونة الأخيرة من 2010 إلى الآن اللي هي لها علاقة بالسوشيال ميديا، باستثناء يعني بعض الشركات اللي هي خارج الرادار زي مثلا بعض الشركات الصينية اللي هي تستهدف المستخدم الصيني باستهدافها، واضح هي مين تستهدف، تمام. أما ذات الاستهداف العالمي فهذه شركات ما هي كويسة لا للمستهلك ولا الاقتصاد. بل إن هي تتسبب في كساد للصناعة المحلية. وعشان احنا بنتكلم عن التقنية فمعناته في الجانب التقني والإداري والأخير تحديدا في المجال التقني. زي ما قالوا زمان في الحارة، كل واحد حقه معه.